كتشوف المقابله كانت شويه صعيبه مع فريق النادي القنيطري. الحمد لله لعبنا كما كيقول لنا الكوتش مهدي، والحمد لله اتينا بانتصار في الميدان ديالنا. التعليمات ديما كنطبقوها، كنخليو الكره في الارض، كنلعبوا اللعب ديالنا في الارض، والحمد لله طبقنا داكشي اللي قال لنا المدرب. حتى فريق النادي القنيطري ما كانش شي خصم لي ساهل، والحمد لله فزنا في هذه المقابله. هو شعور زوين صراحه، ومازال ان شاء الله ماتشات اخرين، ومازال بغينا نفوزوا اكثر من 4 انتصارات متتاليه، ومازال الاخر ان شاء الله ونفوزوا الخامس والسادس ان شاء الله. اللي مال الشروط اللي كيحتاجها اي لعاب واي ستاف، كاع الامكانيات الحمد لله كاينه، ولا هذا كنفوزوا في كل مقابله. الله الطموح ديالنا هو نطلعوا للقسم الثاني بروفيسيونيل ان شاء الله. اللي مال للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.